وجهة نظر تانية قد تكون مختلفة، لأنه الحقيقة سيد سفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق متابع جيد لكيف يفكر الغرب. خليني أخد رأيه، خليني أخد وجهة نظر، وبرحب بحضرتك معانا سيادة الوزير. مساء الخير. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا بيك. مبادرة سيادة الرئيس أنا أراها ليست بعيدة عن مؤتمر المناخ أو عن أزمة المناخ اللي بتواجه العالم، خصوصا كان في ظل هذا التجمع الغير مسبوق من القادة والزعماء. كيف ترى هذه الدعوة؟ طبعا أنا بعتبرها صوت العقل يعني. وحضرتك أنا أتفق معك تماما، هذا الموضوع ليس بعيدا على الإطلاق بموضوع تغير المناخ، بالعكس يمكن له صلة مباشرة، لأن حضرتك هتشوفي أن الفترة القادمة بعض الدول هتلجأ إلى استعمال أنواع من الطاقة تكون مضرة للمناخ بشكل أكبر، عندما مثلا نلجأ إلى الفحم في مجال التدفئة وغيرها في الفصل القادم. أنا أعتقد أن ده هيكون عبء مضاعف على أزمة تغير المناخ، ويمكن تؤدي إلى بعض الجهود اللي بتتم حاليا تضيع في ظل احتدام هذه الحرب وتفاقمها وحتى تصاعدها في الفترة القادمة. نعم. وأيضا فكرة القضاء على يعني دولة كاملة ومحاولة بعد كده إعادة بنائها من قبل الدول الغربية، ده هيؤدي إلى نقص شديد جدا في الالتزامات اللي هتكون مطلوبة لمواجهة عملية التكيف بالنسبة للدول اللي هي قضاء على دولة معناها قضاء على شعب أيضا. طبعا. وعلى هويته وعلى وعلى طبعا حضرتك الحرب زي ما سمعت مع حضرتك كذا مره في بدايه الحرب وقلت لحضرتك حاجات كتيره، اعتقد ان هي بتسير في نفس السياق اللي بيتكلم فيه فخامه الرئيس اليوم. اي اللي هي اول حاجه اطاله امد هذه الحرب، ان العقوبات بتؤدي الى خسائر لجميع الاطراف، وانه مش مسموح انه احد ينتصر او احد ينهزم بهذه الحرب، اذا احنا بنحارب بلا جدوى، يعني الموضوع مش هيصل لمجرد الاستنزاف. استنزاف طويل الأمد هيؤدي إلى خراب اقتصادي غير مسبوق بالنسبة للعالم كله وتداعيات غير مسبوقة. فإذا هذه الدعوة أنا بشوف أن هي دعوة مطلوبة، يجب أن العالم كله يقف وراها. سكرتير عام الأمم المتحدة موجود في شرم الشيخ، عليه أن هو يتلقف هذا أو هذه المبادرة من فخامة الرئيس ويضعها في إطار دولي، بحيث أن يكون فعلا ده هو ده السلوك القادم بالنسبة لهذه الحرب اللي انا بنقول دائما ان هي لن تحقق شيء لاي طرف من الاطراف. نعم. سوى الخساره. خسائر كبيره جدا جدا للجميع. أي. وفي نفس الوقت احنا مش من مصلحه يعني اي دوله في العالم ان روسيا كقوه كبرى انها تفرض النسق الدولي بعد مثلا اضعافها في هذه الحرب. فاذا التوقيت المناسب الان هو اللجوء الى التفاوض والجلوس ومحاوله ان احنا نصل الى حل سلمي ووقف جميع العمليات العسكريه بجميع اشكالها، لان في النهايه الخسائر اصبحت يعني لا تطاق وهتصل للجميع، وتداعيات الحرب الحقيقه وصلت لكل دول العالم مثلها مثله تغير المناخ. يعني انت حضرتك السمه الاساسيه في النظام الدولي الجديد ان كل شيء عابر للحدود وكل شيء هيصل الى الاخرين مهما حاولنا ان احنا نقي انفسنا من بعض المشاكل، ولكن هيتصل الامراض، هتصل تغير المناخ، هتصل تداعيات الحروب، كل شيء واصل الى جميع الدول العالم. وبالتالي اعتقد ان هذا الامر انا الاول فعلا بتكاتف الراي العام والساسه والقيادات اللي موجوده هنا متجمعه اليوم في شرم الشيخ، ده اكبر تجمع بعد تجمع الجمعيه العامه للامم المتحده. نعم. وبالتالي اعتقد ان احنا يعني نستغل هذه الفرصه، واعتقد ان هذا النداء وهذه المبادره جاء في توقيت مناسب وفي مكان مناسب وفي يعني ظرف مناسب ايضا. نعم.